دبلوماسيه نشطه جدا. لسه كنا في 3 زيارات من اهم ما يمكن لثلاثه من اهم الدول، لدينا الهند واذربيجان أذربيجان وأرمينيا. والارمينيا. فاحنا في واقفين على رجلينا كويس الحمد لله، ونريد ان نقابل هذه التحديات، وايضا لدينا فرص كثيره اننا ندعو استثمارات، وعاوزين الامريكان يفكروا في استثمارات اكبر. هو ضرب مثال ان المشروعات اللي بتديرها امريكا في مصر مباشره يعمل فيها 20,000 مصري. السفاره الامريكيه في القاهره هي واحده من اكبر سفارات امريكا في العالم، وانا دايما اضرب المثل عشان اللي بيقارنوه بالتمثيل المصري. السفاره الامريكيه في القاهره تكاد تكون اكبر من التمثيل الدبلوماسي المصري في العالم كله. ده دليل اهتمام، ده دليل اننا في موقف يجعل كل اصدقائنا يعطونا للعلاقات مع مصر اهميه خاصه. وبالتالي انا دايما كنت اداعب اخواننا الاوروبيين، واحيانا اقول للامريكان اللي بيفكر يخش الشرق الاوسط او المنطقه العربيه عن غير طريق البوابه المصريه يبقى بيضيع وقت كتير جدا. صحيح. طيب دي الصوره كما اراها.